مرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا نموذج جديد من نماذج أسئلة نصف السنة للصف الخامس ابتدائي، واللي راح تكون تشمل اليونت الأول واليونت الثاني واليونت الثالث، إذا راح تكون تشمل ثلاث يونتات. طبعا مثل ما تعودين احنا على أسئلة الصف الخامس مقسمة إلى خمس أسئلة، كل سؤال عليه 10 درجات. عندنا مثل ما تشوفون السؤال الأول راح يكون بهذا الشكل، عبارة عن قطعة. هاي القطعة تقرأها وتجاوب عليها إما بترو أو فولز. جاوب عليها إما بترو أو فولز. ترو للإجابة الصحيحة وفولز للإجابة الخاطئة. And then read the passage, then answer the questions by true or false. Choose 5, 10 marks. قرأ القطعة وأجب بترو الإجابة الصحيحة معناها صح، وفولز الإجابة الخاطئة معناها خطأ. اختر 5 فقط. إذا عندنا 6 نقاط مثل ما تشوفون، راح نختار 5 نقاط فقط منهن، لكل نقطة درجتين. راح نقرأ القطعة وبعدين نجاوب على الأسئلة. Hello, my name is Jack and I'm English. England is in Europe. I live in London. London is the capital of England. There are lots of interesting places to see, like Look at my photos. My favorite is London Eye. It is a very big wheel. This photo is of a bridge called Tower Bridge. It is very old. This photo is of the place where the queen lives. Hello, مرحبا. My name is Jack and I'm English. اسمي جاك وأني إنجليزي. England is in Europe. England هي في أوروبا. I live in London. أعيش في لندن. London is the capital of England. لندن هي عاصمة إنجلترا. There are lots of interesting places to see. أكو الكثير من الأماكن المثيرة للاهتمام لرؤيتها. Look at my photos. انظر إلى صوري. My favorite is London Eye. المفضل بالنسبة لي هو عين لندن. It is a very big wheel. هو عجلة كلش كبيرة. This photo is of a bridge called Tower Bridge. هاي الصورة لجسر يسمى جسر البرج. It is very old. هو كلش قديم. This is a photo of a place where the queen lives. هاي الصورة هي لمكان اللي تعيش بالملكة. إذا مثل ما عرفنا هي هاي القطعة وراح نجاوب عليها بترو وفولس. قريناها، ترجمنا معناها. هسه راح نقرأ النقاط. طبعا طريقة الإجابة هي تكتب رقم السؤال ورقم النقطة والإجابة فقط بهذا الشكل، نمبر 1 بهذا الشكل، نمبر 2 بهذا الشكل. خلينا نشوف. نمبر 1 يقول لنا جاك is a French. يقول لنا جاك is a French. هل جاك هو فرنسي؟ جاك I'm English. إذا جاك شنو؟ English. جاك English. إذا هاي شنو true or false؟ حتكون نمبر 1 false. Number 2. England is in Europe. England is in Europe. England هي في أوروبا. إذن هاي true. نعم هي بالفعل England is in Europe. Number 3. Baghdad is the capital of England. Baghdad is the capital of England. هو هنا يقول لنا London is the capital of England. لندن هي عاصمة إنجلترا. إذا هي مو بغداد. هنا يقول لنا بغداد. إذا هاي الإجابة ايش راح تكون؟ فولز، خاطئة. Number 4.
The London Eye is a big wheel. London Eye, عين لندن, هو عجلة كبيرة. خلينا نشوف. London Eye, it is a very big wheel. بالفعل هي مثل ما يقول London Eye هو عجلة كبيرة. إذا شو راح يكون عندنا؟ Number 4, true. عندنا Number 5, Tower Bridge isn't very old. هنا يقول لنا Tower Bridge, جسر البرج هو مو كلش قديم. بينما بالقطع يقول لنا Tower Bridge, it is very old. Tower Bridge هو كلش قديم. لكن هنا يقول لنا isn't very old. إذا هاي النقطة مختلفة وهاي النقطة خاطئة. إيش راح تكون عندنا؟ False. عندنا number 6. The Queen lives in this place. الكوين تعيش في هذا المكان. بالفعل يتكلم عن هذا القصر. فإذا هاي الإجابة راح تكون صحيحة ونخلي true. مثل ما ذكرت 6 نقاط, تجاوب على 5 فقط لكل نقطة درجتين. تقرأ النقطة تطابقها بما موجود بالقطعة. إذا كانت مطابقة فراح تخلي true, إذا كانت مختلفة راح تخلي false. هذا بالنسبة للسؤال الأول, طريقة الإجابة كتابة رقم السؤال وكتابة الرقم النقطة والإجابة فقط من عيد كتابة النقاط. ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يجي مقسوم إلى فرعين. الفرع الأول اللي هو الـ A راح يكون سؤال قواعدي, أما الـ B راح يكون سؤال function معناه الوظائف, وظائف اللغة. لكل فرع 10 درجات, إذا المجموع على السؤال الثاني راح يكون 20 درجة. عندنا question 2A, choose the correct word between the plaques. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. هنا مثل ما ذكرت هذا السؤال قواعدي يتعلق بما تعلمته من شغلات قواعدية لمادة اللغة الإنجليزية. عندنا number 1, butterflies. Butterflies, عندنا الفراشات, insects, حشرات. عندنا تاخذ الاز لو الار. طبعا الاز احنا مثل ما نعرف تجي مع المفرد اللي هي والشي والات, وايضا الاسماء المفردة ممكن هي احمد, شي نادية ممكن, والات ممكن butterfly. عندنا الار تجي مع الجمع اسماء وضمائر. ضمائر مثل they, we, you. أما الأسماء ممكن يكون أحمد أنت علي, هاي اثنين صاروا. عندنا البترفلايز الفراشات, عندنا البوكس الكتب. إذن مجموعات مجموعات, فأي شيء جمع راح ياخذ الار. إحنا يدي يقول لنا butterflies, butterflies الفراشات, is insects لو are insects. بما أنه هي جمع butterflies إيش راح تأخذ؟ راح تأخذ R. عندنا number 2, Mr. Hadi leaves home. Mr. Hadi leaves home. عندنا 7 o'clock وعندنا الخيارين at و on. طبعا ال on تجي مع أيام الأسبوع, ولكن ال at تجي مع الساعات. in, on, at, شهور, أيام, ساعات. in, on, at, شهور, أيام, ساعات. إذن عرفنا الآت تجي مع الساعات, تمام؟ فخيارنا راح يكون آت. Number 3, are my Amy and Joey French? Are Amy and Joey French? هل Amy وJoey هما فرنسيين؟ Yes, are. We are, do they are. Amy and Joey ده يتكلم عن إيمي وجوي. طبعا هنا الضميرين هما للجمع. إذا أنت مثل كنت ضمن هاي المجموعة مثل you and Amy and Joey, أنت ضمن هاي المجموعة, فأنت من راح تتكلم عن هاي المجموعة راح تقول we إحنا. لكن إذا أنت تتكلم عنهم فش راح تقول they هما they. فإذا خيارنا بهاي الحالة راح يكون yes they are, yes they are. Number 4, is Iraq, is Iraq.
العراق. عندنا أداتين سؤال الوير اللي هي أداة سؤال عن المكان معناها أين، وعندنا الوات معناها ماذا، أداة سؤال عن الأشياء. فأنت ما تقدر تقول what is Iraq، شنو هو العراق، ما بها معنى الجملة، لكن أنت ممكن تسأل تقول where is Iraq، where is Iraq، وين صاير العراق مثلا. فهنا الخيار مالك راح يكون where is Iraq، أين العراق. عندنا number 5 you cook on Sunday، you cook on Sunday، أنت تطبخ يوم الأحد. عندنا does و do، طبعا does تجي مع ضمائر المفرد اللي هي he she it، وأيضا الأسماء المفردة ممكن أقول أحمد للمذكر، نادية للمؤنث، وممكن butterfly لغير العاقل، it مكان it، ممكن أقول lion أي حيوان أي جماد نعوضه بالضمير it، المهم يكون مفرد. أما الدو فتجي مع الجمع اللي هي they we you، وبالإضافة لضمير المتكلم الـ I. فهنا عندنا you أنتم، هنا مثل ما ذكرنا الدو تجي مع الجمع وضمائر الجمع، فش راح يكون خيارنا do you cook on Sunday، do you cook on Sunday، هل تطبخ يوم الأحد، تمام؟ فإذا مثل ما ذكرنا الدو اللي هي تجي مع الجمع. Number 6 عندنا flies الذباب two wings جناحين، تمام؟ وعندنا الهاز والهاب، مثل ما تعرفون الهاز مع المفرد والهاب مع الجمع، ضمائر الجمع أسماء الجمع، والهاز مع المفرد واسماء المفرد وضمائر المفرد. فهنا عندنا flies مثل ما تشوفون flies اللي هو الذباب، الذباب جمع، فايش راح ياخذ؟ راح ياخذ have، اذا ايش راح يكون عندنا؟ have two wings، عنده جناحين. هذا بما يخص السؤال الثاني اي. ننتقل الى السؤال الثاني بي، عندنا match the questions طابق الأسئلة in list A في القائمة A to their response in list B إلى أجوبتهم بالقائمة B. choose 5 اختر 5، مثل ما ذكرنا كل 6 نقاط نختار 5 نقاط فقط ونترك وحدة. طريقة الإجابة كتابة رقم السؤال وكتابة الإجابة بهذا الشكل number 1 are، number 2 at، number 3 they. ما نعيد كتابة الجملة كاملة، تمام؟ نرجع إلى السؤال الثاني بي، عندنا بالقائمة A أسئلة وبالقائمة B أجوبة، راح نطابق الأسئلة بالقائمة A مع الأجوبة بالقائمة B. طريقة الإجابة هي كتابة رقم السؤال والفرع مع النقاط والإجابة الخاصة بهن. عندنا number 1 what's your favorite sport، what's your favorite sport، رياضتك المفضلة. Number 2 what's your name، شنو اسمك. Number 3 where is macaroni from، المعكروني من وين. Number 4 what is lion like، الأسد شنو صفته. Number 5 what are dolphins like، الدولفين شنو الصفة. Number 6 what color is the Iraqi flag، شنو لون العلم العراقي. هاي بالنسبة للأسئلة. عندنا الأجوبة بالقائمة B A it is dangerous هو خطير. B my favorite sport is football، رياضتي المفضلة هي كرة القدم. C it is black white red and green، هو أسود أبيض وأحمر وأخضر. D my name is زينب، اسمي زينب. E Italy، إيطاليا. F they are intelligent and social animal، هو ذكي وحيوان اجتماعي. هاي الأجوبة بالقائمة B. هسه راح نطابق الأسئلة بالقائمة A مع الأجوبة بالقائمة B. What's your favorite sport، رياضتك المفضلة شنية. B my favorite sport is football، my favorite sport
is football. فإذا إيش راح تكون؟ number one راح تكون الإجابة B. تمام؟ number two, what's your name؟ شنو اسمك؟ أو شنو اسمك؟ D, my name is زينب. اسمي هو زينب. إذا إيش راح تكون إجابة number two؟ number two راح تكون D. number three, where is macaroni from؟ المعكرونة من وين؟ وين مشهورة يعني؟ E, Italy. Italy. إذا مشهورة هي وين؟ بإيطاليا. إذا number three راح تكون E. number four, what is lion like؟ الأسد شنو الصفة مالته؟ A, it is dangerous. It is dangerous. هو خطير. إذا number four راح تكون A. number five, what are dolphins like؟ What are dolphins like؟ شنو صفة الدولفين؟ راح تكون الإجابة مالته they are أو they're intelligent and social animals. هو حيوان ذكي وأيضا حيوان اجتماعي. فإذا number five راح تكون F. عندنا number six, what color is the Iraqi flag؟ What color is the Iraqi flag؟ هو شلون لون العلم العراقي؟ راح يكون عندنا C, it is black, white, red and green. هو أسود, أبيض, أحمر وأخضر. إذا number six راح تكون C. هاي هي طريقة الإجابة على السؤال الثاني B. كتابة رقم السؤال وكتابة رقم النقطة والإجابة الخاصة بها بهذا الشكل. ما تعيد كتابة للسؤال ولا الجواب، فقط تكتب رقم النقطة والحرف الخاص بالإجابة الصحيحة بها. هذا ما عندنا بالسؤال الثاني بي عليه 10 درجات، نختار 5 فقط. ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول لنا write the correct words under the pictures. طبعا هذا سؤال المفردات الفوكابولري، عندك مجموعة من الكلمات بين الأقواس، تشوف تقرأ الكلمات وطابقين مع الصورة الصحيحة الخاصة بهم. طبعا تكتب رقم السؤال ورقم النقطة والكلمة الصحيحة فقط، ما تعيد رسم ولا تعيد كتابة أي شيء ثاني. عندنا الكلمات اللي هي ماوس، فأرة، كاري اللي هو البهارات والكاري، عندنا الفوتبول اللي هي كرة قدم، البارت اللي هو الببغاء، وعندنا الإيجبت اللي هي مصر. عندنا مثل ما تشوفون الصورة الأولى هي صورة ببغاء، الببغاء اسمه parrot. parrot. عندنا number two صورة ماوس، الفأرة إذا ماوس. عندنا علم مصر Egypt. عندنا كرة قدم football. عندنا البهارات وغيرها اللي هي الكاري. الكاري تمام، parrot، ماوس، Egypt، football، كاري. فقط نطابق الكلمة مع الصورة، نكتب رقم السؤال ونكتب رقم النقطة والإجابة الخاصة بها فقط، ما نعيد كتابة أو رسم أي شيء ثاني. عندنا question 4 fill the blanks with the missing words or letter. طبعا هذا السؤال كل نقطة إجابتها مختلفة عن النقطة اللي بعدها، ماكو طريقة إجابة واحدة. هنا يريد من عندنا نملى الفراغ بالكلمة المفقودة أو الحرف المفقود. راح نقرأ النقاط ونشوف. طبعا عندك 6 نقاط، راح تجاوب على 5 فقط عليه 10 درجات. عندنا number one he is، اختصارها he's. زين الأيام شنو اختصارها؟ الأيام شنو اختصارها؟ طبعا بالاختصار نحذف حرف العلة الأول من الكلمة الثانية، مثل ما تشوفون عندنا الآي وعندنا الآم. الكلمة الثانية من هي؟ الآم. تمام، حرف العلة الأول بها منو؟ الآه. الآه، فش راح نحذف؟ راح نحذف الآه ونخلي كوما، صارت آم. عندنا number two two o'clock. two o'clock ساعة، ثنتين ضبط، كاتب لنا اياها رقم. منطينا كلمة ثانية 3:30. زين 3:30 ايش قد اذا نكتبها رقم؟ نعم، مثل ما تشوفون 3:30. 3:30 نكتب فقط الساعة
رقم كتابة. عندنا نمبر 3 كانغروس أستراليا. كانغروس الكنغر هو من أستراليا. زين البانداز حيوان الباندا من أي دولة؟ نعم من تشاينا. تشاينا الصين. عندنا نمبر 4 إنجلاند. مثل ما تشوفون حروف مفقودة حروف مفقودة ونطينا الإجابة مالتها اللي هي إنجلاند. نطينا بعدها كلمة أيضا حروف مفقودة راح نحاول نخمن الكلمة وهي راح تكون تشابان اللي هي دولة اليابان. الحروف المفقودة حرف الأي. تمام. نعيد كتابة الكلمة بشكل صحيح. عندنا نمبر 5 عندنا الكات الصفة مالتها playful. زين الهورس شنو الصفة مالته؟ نعم الصفة مالته fast. fast سريع. عندنا نمبر 6 إيراك إيراكي. زين إيطالي شنو صفتها عفوا شنو جنسيتها؟ عندنا إيراك إيراكي. إيطالي شنو الجنسية مالتها؟ إيطاليان إيطاليان. نمبر 6 إيراك إيراكي. إيطالي إيطاليان تكون الجنسية مالتها. طبعا طريقة إجابة هذا السؤال كتابة رقم السؤال وكتابة رقم النقطة وكتابة الإجابة فقط، ما تعيد كتابة الجملة بشكل كامل أو النقاط بشكل كامل، فقط رقم السؤال والإجابة الخاصة بكل نقطة. تمام؟ هذا بما يخص إجابة السؤال الرابع. ننتقل إلى السؤال الخامس والأخير. السؤال الخامس يقول لك Rewrite the sentences using capital letters and punctuation mark. أعد كتابة الجملة باستخدام الحروف الكبيرة وعلامات التنقيط. هذا السؤال أيضا عليه 10 درجات. ينطيك جملة ويريد من عندك تعيد كتابة الجملة حسب الضوابط اللي منطيك إياها اللي هي الحروف الكبيرة وأيضا علامات التنقيط. عندنا مراد and علي are from Turkey. هاي جملة اعتيادية بها فقط اسمين. راح نعيد كتابتها نختار على خط أو على 4 خطوط حسب ما مدربك المعلم. عندنا مراد اسم وبكل الأحوال راح يكون أول حرف من عنده كابيتال كبير. بداية الجملة يكون الحرف أيضا كابيتال كبير. مراد هم اسم وهم بداية جملة، إذا كل الأحوال راح يكون أول حرف كبير مثل ما تشوفون. خلي لكم إياه بالأصفر مراد، نكمل الكتابة مثل ما هي. and عندنا علي، علي أيضا اسم، إيش راح يكون أول حرف؟ راح يكون أيضا كابيتال. آر فعل مساعد ما غير به شيء، فروم ما غير به شيء، لكن عندنا تركي، تركي اللي هي تركيا دولة. الأسماء بصورة عامة سواء كانت اسم دولة، اسم مدينة، اسم شخص، يوم من أيام الأسبوع، شهر، هاي كلها أول حرف راح يكون من عدها كبير. تمام؟ فإذا راح يتغير إلى تي كابيتال تركي. بنهاية الجملة هي جملة اعتيادية مو سؤال، فايش راح أخلي؟ راح أخلي نقطة. هاي هي طريقة الإجابة عن هاي الأسئلة والأسئلة اللي ممكن تجيكم بامتحان نصف السنة لليونت الأول والثاني والثالث. في حال كان عندك أي سؤال أو استفسار ممكن تكتب لي بالتعليقات. أيضا راح تلقون هذا النموذج منشور على قناة التليجرام، هاي راح تلقون الروابط بالوصف الخاص بالفيديو. هذا كل ما عندنا لهذا اليوم، أتمنى تكون استفادتوا. بنهاية الدرس لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.